مؤسسة أبشرار لإعادة تدوير البلاستيك تأسست في 2009. كنا نشاهد هذه المخلفات على جنبات الطرق، كانت تشكل إزعاج من حيث الحرق. فالفكرة كانت هل هذا يعاد تدويره؟ أنا وشريكي طرحنا السؤال بعضنا بالصدفة هيك، قررنا أن نبحث الموضوع ووصلنا لأنه ممكن. فسألنا واستفسرنا وبلشنا بورشة صغيرة، تكلفتها كانت حوالي 10,000 شيكل، وبلشنا نتدرج. واجهتنا صعوبات جمة يعني لا تتخيلها، سواء كانت من الاحتلال اللي هو رحلنا أكثر من 3-4 مرات من أماكن تواجدنا، واليوم إحنا أصدقاء للبيئة ما تعني الكلمة، لأنه ندور كميات كبيرة من البيئة شهريا من البلاستيك، والحمد لله يعني هي عبارة عن رزق لعائلاتنا. أضف إلى ذلك هي عبارة عن خط إنتاج جيد للعمال كذلك، عندنا يعني تنمية مستدامة جيد صار. تمكننا إنه نشغل أيدي عامل جيدي. الآن كذلك محافظة الخليل كاملة من بيت لحم من العزرية تصلنا المواد هاي، يعني هي عبارة عن منتج محلي من جنوب. نحن ننتج الآن الكراسي والطرابيزة والعلاقات الملابس وصواني الحلويات، وعندنا مخططات إن شاء الله مستقبلية لإنتاج كثير من المواد اللي تتعلق بالتدوير اللي هي غير منتجات المواد الغذائية. جرينا عدة تجارب ووصلنا لنتائج إنه نتخلص من هاي السلبيات. فإحنا نضيف لها المواد هذه محسنات، نضيف لها جزء أحيانا مواد بكر ستاندر، يعني في النهاية بتطلع كمنتج مقبول ومنافس، والمواطن يعني بدفع فيه سعر منخفض ويكون جودة عالية. وصلنا لمرحلة إنه نجعل هذا المنتج منافس حقيقي لأي سلعة مستوردة. يعني اليوم قطعتنا بتنافس المستورد من حيث الوزن، من حيث الجودة، من حيث اللون أحيانا. فأصبح من السهولة المكان أن التاجر بدل ما يدفع ويحول دولاراته ويحول مصاريه للبرة، يجي عندي يأخذ بكمية اللي بده إياها وبالقدرة القدرة الشرائية. يعني فمن هالباب أثبتنا أنه عندنا القدرة على المنافسة في أي باب ممكن تخوضه في الاقتصاد.